السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله الكل بخير. إن شاء الله راح نكمل محاضراتنا. المحاضرة مالتنا اليوم هي الماونتينج. إحنا من نريد ناخذ العلاقة بين الماكسيلا والماندبل بعد ما سوينا سيلكشن للارتكوليتر. راح ننقل هاي العلاقة من البيشنت ماوث، راح ننقلها للارتكوليتر. فمن ننقلها للارتكوليتر لازم نسوي ماونتينج للكاستات حتى نسوي سيميليشن لشنو؟ للتي ام جي مال البيشنتس، وناخذ الفيرتيكال والهوريزونتال ريليشن. فاليوم المحاضرة مالتنا هي أغلبها عملي، اسمها الماونتينج. فإذا الماونتينج هي شنو هاي العملية؟ هي عبارة عن lab work for laboratory procedure of attaching a cast to an articulator or cast relator. فهاي العملية اللي راح نثبت بها احنا مالتنا الكاستات بالارتكوليتر. اوكي يعني؟ طبعا تختلف حسب نوع شنو، حسب نوع الارتكوليتر. بالمين فاليو تكون عملية الاتاتشمنت سهلة، اللي تاخذ الكاستات الارتكوليترات ام الفيسبو لازم اول شي ننقل علاقة مع الفيسبو، يعني ننقل علاقة الهوريزونتال ريليشن بين الابر الماكزل او التي ام جي مالتنا، فنثبت الابر وبعدين نثبت اللور. يعني هاي عادة فالأبر نثبتها ما لنا علاقة، بس بالفيسبوك أو هذا راح ناخذ بالأم المين فاليو شلون تختلف عنها. فعندنا احنا من نريد نثبتهن الكاستات بالارتكوليتر، فبالمين فاليو تايب اللي هو قلنا فيكس كوندايلر باث، يعني بيجي حالة يعني والانسايزر احنا قلنا المين فاليو. هنا عندنا هذا التيبل اللي حنثبت عليه على اساس نثبت الاتاتشمنت مال ابر، اللي هو قلنا هذا البون وول تراينجل. بس في حالة طبعا ذني اغلبها ما ياخذن فيسبوك، فتكون عملية التثبيت سهلة. فالارتكوليتر should be clean from any remnants of previous plaster، لان طبعا نستخدمها اكثر من مرة لازم تكون كلها نظيفة. الانسايزر بين should be flushed، يعني leveled، تكون قاعدة على مالت التيبل هذا الجو ان شاء الله، يعني بالعمل ان شاء الله افهم لكم اياها. فلازم هاي ايضا تكون الانسايزر بين مالتنا should be level with the top of the upper member of the articulator to give zero reading. هنا هذا قلنا هذا شو اسمه، يعني احنا كل القراءات هذه كلها فلازم تكون زيرو مثبتة على مالت التيبل. والماونتينج تيبل should be properly fixed، اللي هو هذا الجزء اللي بيه الحديدة. هذا في حالة شنو؟ في حالة المين فاليو. طبعا في حالة الارتكوليترز اللي تأخذ الفيسبو، فاحنا ناخذ علاقة الفيسبو ريليشن من البيشنت، وشون ننقلها للارتكوليتر نثبتها عن طريق هذا. يعني طبعا هو الفيسبو يثبت ايضا بالشنو؟ بالارتكوليتر مالتنا. فناخذ علاقة الماكزيلا to the TMJ horizontal relation هذي، فنثبت الابر وبعدين شنو؟ وبعدين نثبت اللور. فهذا اختلاف في حالة انه تاخذ فيسبو، معتمدين على الفيسبو. في حالة انه ما ياخذ الفيسبو نعتمد على التيبل ونعتمد على البون وول تراينجل. اوكي زين، هسه انا من اريد اثبت، قلنا اول شيء شو نسوي؟ اول شيء نثبت الابر مالتنا. فبنريد نثبت الابر شو نسوي؟ نحضر الكاست مالتنا. في حالة احنا هسه انا راح احكي لكم في حالة انه شنو؟ في حالة انه احنا عندنا هذا المين فاليو اللي هو بيها الانسايزل انكلينيشن، اللي هو اللي حيحدد لي اياه، هو ثابت اللي موجود بالارتكوليتر. وعندنا شنو؟ وعندنا الكوندايلر جايدنس ايضا محددة عن طريق هذا البون وول تراينجل. فشو نسوي اول شيء؟ نسوي نحدد الميد لاين مال الكاست مالتنا. مال الكاست مالتنا طبعا اكوردنج تو شنو؟ الميد لاين عادة مال الانسيسيف بابلي. ونسوي نرسم خط على طول شنو؟ على طول الكاست مالتنا للبوستيريور. زين؟ بعدين حتى نثبتها احنا هي الكاست شلون تثبت؟ نثبتها عن طريق البلاستر الجبس، اوكي؟ نريد نثبتها شو نسوي حتى نزيد الريتينشن مالتها؟ نسوي ذني الفي نوتش، عادة نخلي 3 أو 4، اوكي؟ 3 أو 4 ذني الفي نوتش اللي موجود هسه بالصورة، حتى نثبت شنو؟ حتى نثبت مالتنا الابر بالشنو؟
بالارتكوليتر بالجزء العلوي مال الارتكوليتر مالتنا. فنسوي هنا شنو نسوي في شيب نوتش طبعا بالشنو باللابوراتوري نايف او طبعا نقدر ايضا بالواكس نايف ايضا نسويها. بس شنو هنا قبل ما نريد نثبتها احنا شنو نسوي؟ احنا الاكلوجن مالتنا نثبته وين؟ نثبته بالكاس مالتنا عن طريق الواكس، نموع الواكس ونثبتها سويه حتى بعد ما يتحرك، حتى شنو؟ حتى يكون ثابتات سويه، لان يتحرك احنا الاكلوجر والبيس بليت، فنثبتها بالواكس حتى تسهل لي عمليه التثبيت نسوي بها المونتنج. اي طبعا نخلي سبريتنج ميديوم ايضا افضل حتى ما حتى بعدين من نريد نفتحها. ولازم نسوي شنو؟ لازم نسوي الاينمنت من نريد نقعد. طبعا هسه انا احكي لكم في حاله المين فاليو احنا على وش نعتمد. لازم نكون نثبت مالتنا الاكلوجن ريم على شنو؟ على على الـ على التيبل، على الماونتنج تيبل، اوكي، اللي هي هذا الحديد الجوا. فلازم يكون الميد لاين مالتها ثابت كوينسايست ويا من ويا الميد لاين مال التيبل. طبعا هو بالتيبل حيخلينا علامه مال الميد لاين مالتها حتى شنو؟ حتى تكون فت، خليها انتيرير وبوستيرير، اوكي، نخليها عليها حتى نتاكد انه شنو انه هي بالميد لاين، يعني حتى تكون كانما الميد لاين مال الارتكوليتر مالتنا لازم ويا الميد لاين مال شنو؟ مال الاوكلوجر ريم مالتنا. فحتى شنو؟ حتى احنا بنثبت الاسنان بعدين وراها نسوي سيتنج يكون الاسنان مثبته صحيح. فخلي بعدين اخلي سبريتنج ميديوم من فوق، بعدين نبدأ نخبط البلاستر اللي هو الجبس بالووتر باودر ريشيو المعروفه، يعني ما نخلي لا كلش نسوي ثن ولا نسوي ثيك. وبعدين شنو؟ بعدين نخليه، لازم طبعا عندنا انف سبيس من نريد من نقعده، لازم طبعا الانسايزل تيبل مالتنا يعني البن تكون طاخه على الانسايزل تيبل، ما يصير اكو سبيس نريد نقعدها نقعدها كلش للنهاية. ولازم عندنا enough space حتى يثبت شو اسمه، حتى عندنا البلاستر يثبت. ورا ما يصير عندنا setting يكمل البلاستر نعدله ونسوي له شنو؟ نسوي له polishing، يعني نعدله نسوي ناعم، اوكي. هاي هنا احنا في حالة شنو؟ في حالة انه احنا بدنا نشتغل على articulator اللي هي المين فاليو. اما في حالة الفيسبوك احنا شنو نسوي؟ بيجي حالة راح ناخذ احنا العلاقة من شنو؟ يعني نخلي الابر اوكلوجن ريم بحق البيشنت وناخذ العلاقة من البيشنت وننقلها لمن؟ ننقلها للارتكوليتر. فهنا شنو؟ هنا احنا راح نعتمد على شنو؟ على البيشنت، يعني ناخذها رأسا من البيشنت وننقلها ونسوي شنو؟ ونسوي ماونتنج للابر كاست، اوكي؟ وبعدين وراها شنو؟ ورا ما نخلص نسوي ماونتنج للاور كاست. فهذا الاختلاف بين في حالة ان الارتكوليتر تاخذ الفيسبوك او المين فاليو اللي هي ما لها علاقة بالفيسبوك. بعدين باللور من نريد نسوي سيتنج ماونتنج للور، طبعا احنا بهيج حالة احنا ورا ما اخذنا الابر من راح ناخذه من راح ناخذ يعني نسوي له ماونتنج، احنا ما ماخذين الفيرتيكال والهوريزونتال ريليشن، يعني بعدنا اصلا كل شيء ما مسوين للبيشنت. فورا من كان ناخذ هذه العلاقه، اوكي، لازم شيء يكون عندنا، لازم يكون احنا ما عندنا ماخذين العلاقه اللي هي شو اسمه الفيرتيكال دايمنشن والسنتريك. فاحنا من ماخذين هذني شو مسوين؟ لازم احنا لازم شنو مسوين؟ مثبتين الابر واللور اوكلوجر وحده ثابته باللخ، يعني الملزوقات بوحده باللخ. فنجي شو نسوي؟ نجي نقعدها. شوفوا هنا شلون احنا قلبناها طبعا للارتكوليتر. فايش قعدنا؟ قعدنا اللور، يعني الابر واللور اوكلوجر ريم ثبتناهم سويه، يعني هنا ثابتات سويه. فوين قعدناها؟ قعدناها على الابر. بعدين نجيب الكاست مالتنا نقعدها مال اللور عليها، وش نسوي؟ ونثبت نسوي العفو يعني نسوي ماونتنج وين؟ الجزء السفلي مال articulator، يعني حنشتغل بالعكس هنا. فبنريد نثبتها طبعا هم ايضا لازم عندنا enough space. واهم شيء ننتبه شنو؟ ننتبه للهيلز اللي هي شنو؟ النهايات مالتنا، النهايات مال شنو؟ مال كاستات، لان مرات وحده باللخ تطخ. اذا وحده طاخه باللخ يعني ماكو سبيس بيناتنا، بيجي حاله شنو راح ناخذ احنا العلاقه راح تكون غلط، راح يصير عندنا مشكله. فبنريد نشيك بحق البيشيت راح نلقى انه اكو صار اختلاف بالفيرتيكال
وك اختلاف يعني حيصير عندنا اصلا مره يعني سبيس ما راح اطبخ بس اطبخ البوستيريور، فلازم نتاكد انه البوستيريور الهيلز مالتنا النهايات مطاخه، يعني من نقعدهن سويه من نرد نقعدهن سويه لازم اكو سبيس بيناتهن، وبعدين يلا نسوي ماونتنج. وطبعا ايضا هم نخبط بلاستر ولازم نخلي سيبريتنج ميديوم ونخلي البلاستر وننتظر الى ان يصير سي بي سيتنج، نرجع نقعد الجزء السفلي ننتظر يصير بيها سيتنج، وبعدين ايضا شنو نسوي له؟ نسوي له فينيشنج وسموذنج. هاي في حالة شنو؟ في حالة اللور. زين، بعد ما قعدناها وصار عندنا سيتنج لازم احنا شوية نشيك حتى نتأكد انه احنا ما عندنا مشكلة. اوكي؟ فافتر سيتنج لازم شنو نسوي؟ لازم نسوي تشيكينج. طبعا لازم عندنا الميد لاين اوف ذا ابر كاست شود بي كوينسايد وذ ذا ميد لاين اوف ذا لور كاست. احنا من اخذنا العلاقه بين من اخذنا السنتريك ريليشن احنا محددنا الميد لاين، لازم هذا نفس الميد لاين مالتنا موجود ويا من بين الابر واللور، يعني ما عندنا مشكله بيناتهم مو صار بيها شيفتنج. واحنا مقعديها الكاست مالتنا الكاستات بالهاية طبعا بالارتكوليتر منهم، يعني محدد لك وين تقعد الكاستات مالتنا. اوكي، فلازم شنو؟ لازم تكون قاعده ايضا همينه بالشنو بالسنتره بالكاستات مالتنا الابر واللور على شنو بالارتكوليتر. طبعا لازم الانسايزل بن لازم شيء يكون طاخ طاخ الانسايزل تيبل اللي هي بن جوه، يعني ماكو بيناتهم سبيس يعني ما مفتوح الانسايزل تيبل. طبعا الهيلر اريا اللي قلنا اذني اخر شيء لازم نشيكها انه ماكو اي كونتاكت بيناتهم. اوكي، اذني لازم ننتبه عليهن. زين، مرات عندنا تصير مشاكل وايرورز من نسوي ماونتنج، فلازم احنا نخليها ببالنا حتى من ما تصير عندنا هاي المشاكل. فعادة إذا كانت الريكورد بيز از نوت بروبرلي سكيور تو ذا كاست، احنا مو قلنا نثبتها بالكاست نخلي واكس الموع الواكس ونثبتن حتى شنو؟ حتى من نثبت من نسوي لها ماونتنج ما تصير بها حركة، فما تصير عندنا بها مشكلة. خصوصا بالأبر من نريد نسوي ماونتنج للأبر، إذا صار بها أي حركة صغيرة راح تتغير العلاقة. فلازم نتأكد إنه هي مسوي لها احنا كود سكيورنج. وانترفيرنس اوف ذا كاست بوستيريورلي هاي اكثر المشاكل تصير، فلازم ننتبه عليها. اللي قلنا الهيلر اريال الجزء البوستيريور مال كاستات اذا طاخات يعني العلاقه راح تكون غلط. انسايزل بن لازم يكون شنو بروبرلي سكيورد مقعدين مثبتيه صح وطاخ بالتيبل. اوكي يعني فلازم يكون مضبوب زين مقعديه صح وطاخ التيبل. مرات تصير عندنا رونج ترانسفيرنس اوف ذا ميد لاين with that of the cast، لأن هو قلت لك محدد لك وين شنو وين الميد لاين مالتنا، فلازم على أساسها أنت نقعدها إن شاء الله يعني من نشوفها بالعمل يصير أسهل إن شاء الله. ف movement of the cast during mounting إذا تحركت إحنا بدنا نسوي لها mounting هم يعني طبعا راح تكون العلاقة صحيحة، يعني إحنا نريد ننقل العلاقة مال حق البيشنت كأنما حوالين حنخليها بالارتكوليتر، فأي غلط أي مشكلة راح تكون عندنا وين تظهر ورا ما نسوي setting. Upper and lower occlusion are not properly fixed for orientation. طبعا من نكون مثبتات صحيحة أي حركة بها أيضا ما راح يكون الماونتنج صحيح. ودايمنشنال تشينج ان بلاستر مرات يصير عندنا دايمنشنال تشينج بالبلاستر، يعني يكون أيضا مرات هاي يصير عندنا مشكلة. وإذا كانت في حالة أنه أخذنا الفيس بو ريكورد إذا كانت ديفكت يعني كان بها مشكلة إذا راح تصير عندنا أيضا مشكلة وراها من نريد ان خاصة تبين عندنا وين تبين عندنا بالش اسمه من اخر شيء من نريد نسوي ادجستمنت راح نلقى هواي اكو انترفيرنس. فهاي اغلب المشاكل اللي تصير عندنا وين نريد نسوي ماونتنج. طبعا هاي المحاضره هي اغلبها يعني كلها عملي، فبس يعني نحاول نفهم الموضوع وان شاء الله اذا الله يسر وتسهلت الامور رجعنا نداوم. طبعا احنا راح نسويها هاي العمليه فتصير ان شاء الله كلش بسيطه واعلمكم اياها. واتمنى ان شاء الله الموفقيه للجميع، واي سؤال ان شاء الله عندكم اني حاضر موجود ياكم بالكلاس روم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.